أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام من العراق، عن علم عاش ظروفا صعبة واستطاع أن يقهر هذه الظروف وأن يعني يبز أقرانه رغم أنه كان كفيفا، تغلب على هذه المشكلة وفاق كثير من المبصرين أدبا وعلما وثقافة. لذلك نحن اخترناه ليس لأنه أحد الناظمين أو أحد الشعراء أو أحد العلماء، ولكن اخترناه لسبب مهم، هو تلك الروح، روح التحدي التي تملكت هذا الرجل، فاستطاع أن يتجاوز مشكلة فقده لبصره وهو طفل، واستطاع أن يعني يتعلم وأن يبز أقرانه وأترابه في مجالات العلم والنظم وشؤون أخرى كثيرة، حتى اشتهر أمره وأصبح علما كبيرا من أعلام العراق في القرن 18. ذلك هو السيد خليل البصير، الذي وجد له أو ابتكر له اسما يوقع به قصائده وهو بصيري، على عادة الشعراء في ذلك العصر أن يختاروا لأنفسهم اسما يوقعون به قصائدهم، فهو اختار لنفسه اسم بصيري إشارة إلى فقده لنعمة البصر. هذا الرجل نشأ في الموصل في أسرة عريقة تولت النقابة، نقابة الأشراف ومناصب شرعية أخرى جيلا بعد جيل. كان يعني هذه الأسرة كانت أعرجية النسب، وفدت إلى الموصل في القرن 5 للهجرة، وبرز منها أعلام كثيرون، كان منهم الشعراء ومنهم النقباء ومنهم يعني الفقهاء وغيرهم، ومنهم خليل البصير هذا، الذي لم يكن وضعه يعني كونه فاقد للبصر يمكنه من أن يبلغ مبلغ أولئك الذين سبقوه من أفراد هذه الأسرة، فاكتفى بتعلم القرآن ثم والعلوم الأولية، ولكن مواهبه برزت منذ صباه، فنمت عنده قابلية الحفظ، حتى قيل أنه كان يحفظ الورقة والورقتين بأن يسمعهما مرة أو مرتين، يعني بمجرد أن يسمع النص يحفظه، ووجد طريقه إلى مجالس العلم وأخذ يدرس على أيدي علماء الموصل الكبار ومن يفد إلى الموصل من علماء غيرها من المدن، وانصرف إلى العلم بكليته بعد أن كان يمكن أن يعني يكتفي بشيء من المعرفة، يعني استجابة لظرفه الخاص، لكنه أبى ذلك وتحداه، وأصبح يعد من العلماء لكثرة ما درس وما قرئ له وما حاوره، وكان يعني أسلوب المحاورة يغني عن كثير من القراءات، كان يحضر مجالس العلماء والفقهاء ويستمع إلى محاوراتهم ومساجلاتهم ويتعلم منها الكثير، كما أن موهبته الشعرية كانت قوية ومتدفقة، بحيث أنه نظم الشعر صبيا، وكان شعره ينم عن رهافة في الحس وعن إشراق في العبارة وعن ملكة جميلة في النظم. كان خليل البصير إذن قد جمع في شخصه رغم فقدانه نعمة البصر مواهب كثيرة أعجبت ودهش لها معاصروه. حقيقة كان يعني من ذكائه أنه يعرف من أقدام الماشين هوياتهم، يقول هذا فلان وهذا علان، وتلك يعني
موهبة حقيقة يندر من من تمتع بها. أيضا من مهاراته ومن ما دل على ذكائه أنه تعلم اللغة التركية كأهلها، وتعلم الفارسية فضلا عن إجادته العربية وفنونها، يعني بمستوى النظم، يعني تعلم هذه اللغات بمستوى أن ينظم بها الشعر الجزيل، وفعلا نظم قصائد مهمة وأراجيز وغيرها باللغة التركية وفضلا عن العربية. برزت مشاعره الوطنية في حينما تعرضت مدينته إلى حصار نادر شاه سنة 1156 للهجرة، يعني 1743، وكان نادر شاه كما ذكرنا في حلقة فائتة قد حاصر المدينة، مدينة الموصل، وعانت المدينة في أثناء حصاره ما عانت، فحرك هذا شعور خليل البصير الوطني، وعبر عن هذا الشعور بأن نظم عددا من القصائد الطويلة يصف فيها وقائع الحصار وما عاناه أهله أهل الموصل من ويلات في أثناء الحصار، وأرخ فيها لمجمل ما حدث نظما جميلا في قصائد طويلة، يعني كأنه سجل التاريخ في شعره. وواحدة من هذه القصائد أهداها إلى الحاج حسين باشا الجليلي بطل صمود الموصل بالعربية، وأخرى أيضا نظمها بالعربية تمام، وأهداها إلى خاله رئيس الكتاب في بغداد وهو عبد الله الفخري، وأيضا نظم قصيدة طويلة بالتركية يصف فيها هذا الحصار، ربما أهداها لبعض المسؤولين الترك أو العثمانيين. يعني من خلال هذا نعرف أن الرجل كان يعني مؤرخا، ونعده بين المؤرخين لأن قصائده تلك تعد وثيقة حية سجل فيها كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحصار، حتى وصف فيها مشاعر الناس وما يعني وحالتهم النفسية وأصابهم في خلال هذا الحصار، يعني حتى عبر عن ما كان يحسه سكان مدينته وليس ما كانوا يتعرضون له أو يقومون به. أصبحت هذه القصائد والأراجيز التي نظمها وثائقة إذن تدخله في عداد المؤرخين وليس في عداد الشعراء فحسب. كان لخليل البصير معجبون كثر وأصدقاء حميمون، ومنهم وفي من أبرزهم محمد راغب باشا الصدر الأعظم بمعنى رئيس الوزراء في الدولة العثمانية، حتى أنه أهداه، يعني خليل أهدى لهذا الوزير، وهذا الوزير كان أديبا وكان شاعرا وكان مثقفا، فحظي بإعجاب كثير من شعراء العرب يعني في عصره، وكان يهدونه أعمالهم الأدبية أو العلمية، فأهداه خليل البصير أرجوزة تعليمية في أحوال حروف الجر، وهي أنظومة عجيبة ربما نتكلم عنها في بعض دقائق هذا الحديث، كما أنه ربطته صلة طيبة بشعراء عصره وبمؤرخيه، منهم محمد بن مصطفى الغلامي صاحب كتاب شمامة العنبر والزهر المعنبر، وهو كتاب ضخم في تراجم معاصريه في الموصل وفي بغداد وفي بلاد الكرد وفي حلب وفي غيرها من الأماكن، فالغلامي ترجم لخليل البصير بوصفه واحدا من كبار شعراء الموصل المعاصرين له، ومنهم ومن معاصريه أو من أصدقائه ومن محبيه ومن الذين ربطت الصداقة بهم الشاعر الأديب عصام الدين عثمان العمري في كتابه الروض النظر في ترجمة رجال العصر، وقد ترجم له
العمري في كتابه هذا ترجمة وافية، وساق نماذج جميلة من شعر خليل البصير. كان خليل البصير نموذجاً لذلك الأديب الذي فرض نفسه على كتب الشعراء وعلى مؤرخي الأدب، فأصبح يحتل حيزاً مهماً في كتبهم وفي تراجمهم، كما أنه كان يعني صلاته الواسعة مع معاصريه حتى ليس من أهل الموصل من في بغداد وفي الدولة العثمانية جعلته يترجم في لدى أو من قبل أولئك العلماء الذين اتصل بهم، منهم خليل المرادي. هذا رجل دمشقي ترجم لخليل البصير ترجمة ضافية، بما يدل على أن شهرة البصير قد داعت وتجاوزت حدود موطنه إلى مواطن بعيدة، وبالتالي وجدت ترجمته طريقها إلى كتب أولئك الأدباء والمؤرخين، فصار علما ليس على مستوى العراق فحسب، وإنما على مستوى البلاد العربية وعلى مستوى الدولة العثمانية في وقت واحد. من مآثر خليل البصير أنه كان ماهرا جدا في النظم التعليمي، حتى أنه نظم عددا من المنظومات المطولة في هذا المجال، يعني له منظومة مدهشة وغريبة ولم يسبقه إليها أحد في أحوال حروف الجر. وموطن الغرابة والريادة فيها أنها كانت تقع في نحو 319 بيتا، في كل بيت استشهد بالآية الكريم، أما بآيات وأما بأجزاء من آيات، يعني بطريقة دلت على مدى إتقانه وحفظه للقرآن الكريم وقدرته على الاستشهاد بأجزاء من الآية، يعني بلفظ من آية، استشهد بعدد كبير بلغ أكثر من 300 شاهد أو أكثر من القرآن الكريم، استشهد بها في معرض بيانه لأحوال حروف الجر. هذه الأرجوزة العظيمة الفريدة لها نسخة واحدة أهداها إلى صديقه محمد راغب باشا الصدر الأعظم، ولكنها فيما يبدو لم تصل إليه، لأن الرجلين توفيا في سنة واحدة، ربما لم تصل إليها، وقد تصل إلى من أهديت له، وقد عثرنا عليها في خزانة بعض فضلاء الموصليين، ودهشنا حينما طلعنا عليها لمبلغ علم هذا الرجل ولقدرته على الاستشهاد بهذا الكم الهائل من الألفاظ القرآنية أو أجزاء من الآيات إلى غير ذلك في معرض بيان أحوال حروف الجر. كان خليل البصير إذن شاعرا وناظما وقادرا على أن يأتي بكل ما هو جديد وغير مألوف بين أدباء عصره وعلمائه. لم يسبق أن قام أحد من العلماء بمثل هذا العمل. نعم، الاستشهاد بالشعر القديم وبأبيات من الشعر هذا أمر مألوف، لكنه الاستشهاد بالقرآن كان أمرا جديدا ورائدا، وطغى على يعني شعره هذه القدرة على الاستشهاد بالقرآن الكريم. كان في كل قصيدة تجد فيها استشهادات من الآية الكريم، حتى أن بعض قصائده التي تبتدئ بمقدمات غزلية كما هي عادة الشعراء عادة خاصة في ذلك العصر، أن يبدأ قصائدهم إن كانت في المديح وفي الرثاء وغير ذلك بمقدمات غزلية، يعني كنوع من التقليد القديم الموروث من العصر الجاهلي. حتى في تلك المقدمات استشهد في بعضها بشيء من الآية الكريم،
وهو أمر أثار اعتراض العلماء أو بعض العلماء في ذلك الوقت، على أساس أن القرآن الكريم يعني أسمى من أن يستشهد به إلا في مواضعه وليس في سائر ما ينظمه الشاعر من قصائد قد تكون في مجالات غزل أو غير ذلك. على أي حال، الرجل كان بارعاً بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وله قصائد مهمة في مديح يعني بعض أهل عصره، ولكن القصائد التي مدح بها أولئك الممدوحين لم تكن طلباً يعني لمكافأة أو مال، لأن الرجل كان يعيش في بحبوحة من العيش، لم يكن في حاجة إلى أن يعطى مكافأة على أشعاره، إنما كان ينظم القصائد إعجاباً بذات من نظم القصيدة من أجله. يعني امتدح الحاج حسين باشا الجليلي لأنه قاد الموصل في ظرف صعب في أثناء حصار نادر شاه، مدحه بقصيدة عصماء من أروع ما ينظم في المديح، خاصة في مثل هكذا مناسبات. مدح ابنه محمد أمين باشا الجليلي لأنه صبر على مكاره الحرب في أثناء الحرب العثمانية الروسية، وأسر لخمس سنوات في بطرسبرغ في العاصمة الروسية، امتدحه لشجاعته، لصبره، لبطولاته، وليس طمعا بمكافأته، لأنه لم يكن في حاجة أصلا لمكافأة، كان يعيش في يعني في وضع مادي جيد فيما يبدو. قصائده كانت يعني تنم عن إباء واضح واعتداد بالنفس، لم يتدنى لأن يمدح أحدا أو حتى أن يثني عليه طلبا لمتاع الدنيا. بالعكس، نجد في قصائده شيء كثير من الاعتداد بنفسه، بأسرته، بمدينته، ويعني متعففا نجده عن غير ذلك. أيضا من مواهبه ومزاياه أنه كان فضلا عن كل هذه العلوم والتي أتقنها والأعمال التي أنجزها، كان موسيقيا بارعا. هذا الرجل كان يعني عارفا بالأنغام وكان موسيقيا، وكانت الموسيقى تعد في عصره من مكملات ثقافة الإنسان الموصلي أو العراقي في الغالب، يعني مما يكمل ثقافة الإنسان أن يكون عارفا بالمقامات والأنغام وغير ذلك. هذا الرجل كان يعني كان موسيقيا، حتى أن كل مترجميه أشادوا بمعرفته المعمقة في علم الموسيقى وفي مجالات يعني هذا الفن وما يتصل به. وكان قد نظم كثيرا من الشعر الذي يعني كان يردد في حلقات الذكر، يعني شعر ديني لكنه نظم لأجل أن يعني يقرأ في أثناء حلقات الذكر وعلى أصوات الموسيقى، وهو ما يعرف بالموصل بالتنزيلات. هذه القصائد التي نظمها نمت أيضا عن وجدان حي، عن روح متدفقة في حب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته والصالحين، بحيث أنها أصبحت يعني موضوعا من موضوعات التي يعني تقرأ ويتغنى بها في حلقات الذكر وفي المجالس. خليل البصير إذن في المجمل رجل علم بمعنى الكلمة، استطاع أن يتحدى ظروف الظلمة التي عاش فيها، كان كفيف العين منذ طفولته، ربما منذ عمر يعني حدود 3 سنوات، ورغم ذلك استطاع أن يتحدى كل ذلك وأن يتعلم وأن يدرس وأن يتفوق وأن يبز أقرانه من المبصرين في أكثر العلوم والمواهب، حتى أصبح يعني مضرب المثل في معارفه وفي
علومه وفي مزاياه. أعزائي المشاهدين، إلى حديث آخر في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.